ما هي قوة الموسيقى برأيكم وتأثيرها على الناس؟ قوة الموسيقى هي إنك تقدر تغير المود حيالله شخص من خلالها، إنك بتقدر من خلال الموسيقى تعبر عن شيء أنت ما فيك تحكيه. نفس الشيء. أوكي، هل الموسيقى نوع من العلاج النفسي؟ أكيد طبعا. أكيد. ما نوع الموسيقى الذي تلجؤون إليه غالبا عند الشعور بالإحباط، بالضغط أو التعب؟ أنا فيروز. أنا بحب كتير فيروز، وبحب كمان هلأ حالياً عم بحب الأغاني اللي هيك فيها positive vibes، لأنه يمكن نحنا بحاجة. كل شيء فرح، كل شيء upbeat، عطول عم بسمعه.